هنتكلم النهاردة عن الأنظمة الغذائية وعلاقتها بمشاكل السمنة. طبعا مشكلة السمنة دي مشكلة عالمية دلوقتي بيعاني منها ناس كتير جدا. لما أجي أتعامل مع مريض السمنة لازم من خلال نظام غذائي صحي مناسب ليه، لازم أقيم عيان أو مريض السمنة عن طريق حاجات كتير جدا، عوامل كتير لازم بنتفق عليها. لازم بقيمه من خلال طوله ووزنه وسنه، ومن خلال الاكتيفيتي فاكتور بتاعته نشوفه بيشتغل ما بيشتغلش، هنشوف يعني مدى المبذول اللي بيبذله. وكمان هعمل له نيوتريشنال لاب عشان اشوف اي مينرالز اي فيتامينز ناقصه عنده، ولو عنده اي مشكله بيعاني منها. وكمان لازم احط له عدد السعرات الحراريه المناسبه ليه اللي لازم نتفق عليها مع بعض معاه، عشان لو قلت او زادت بيحصل المشكله. طبعا ما ينفعش عدد السعرات الحرارية دي تقل عن الجسم محتاجها، يعني زي مثلا لو هو محتاج 1300 سعر حراري وانا اديت له 800 سعر حراري، طبعا بيحصل خلل جامد جدا. هو طبعا هيخس معايا في الاول كتير جدا، بس هيرجع تاني في الوزن، وده اللي احنا بنشوفه كتير جدا بيحصل. وده كمان بيخلي البي ام ار اللي هو البيزل ميتابوليك ريت يبوظ ويبوظ الدنيا خالص، وكمان بيخلي الجسم يحول اي حاجة بياخدها الجسم بيحولها الى دهون تتراكم في الجسم معاه، لان هو طبعا بيحس ان هو داخل على مجاعة او داخل على ستارفيشن، فيبدأ يحول اي حاجة ياخدها الجسم الى دهون عشان يستفيد بيها. وطبعا هو ما بيستفيدش بيها ولا اي حاجة عشان هي دهون ضارة متراكمة في الجسم. كمان بقدر اشتغل له على النظام ده لوحده، ما ينفعش اديله النظام المطبوع ولا اجبره عليه، لازم اتفق مع المريض ويعني نعمل ديل مع المريض ان هو يحب الدايت ده، ما ينفعش اكرهه فيه، لان هو لو كرهه مش هيكمل الدايت والدنيا كلها هتبوظ.